الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي هو أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة وتحقيق التعاون بين جميع مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة والبرلمان والجهاز الإداري وغيرها بما يحقق الاستقرار ويجنب البلاد الكثير من الأخطار. ولذلك يعلن حزب النور عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ويحث أبناءه وجميع المصريين على المشاركة في الانتخابات والحرص على البناء والحذر من السلبية واليأس والإحباط. خيارنا خيارنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.